السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة حاجي اكسبريس. نتمنى تكونوا في حالة جيدة. اليوم عندنا فيديو جديد كما كتشوفوا عبارة عن انبوكسينغ منتوج شرينا من موقع اليكسبريس اللي هنكتشفوها جميع في هذا الفيديو. الإشارة توصل بالمنتوج مدة كتراوح بين 25 حتى 30 يوم للمغرب طبعا، ويمكن لكم تتبعوا معنا الفيديو باش تكتشفوا هذه العلبة هذه شنو فيها. كان هذا هو المنتوج ديالنا، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. اللي بغى يشريه ما عليه الا يهبط صندوق الوصف غيلقى تما الرابط ديال المنتوج، وما عليا الا نقول لكم السلام عليكم حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله مع شي منتوج جديد.